معكم على الميلانين واكد من عكا. اليوم كمان رح نعمل درس رياضة أو حركة وباستخدام أدوات معينة. اليوم يا أطفالي حلوين رح نستخدم لفات الورق اللي هي موجودة بكل بيت، أدوات هوينة ومريحة وسهل نحصل عليها، مش إشي صعب ولا هو خاصه بالرياضة، بس إحنا رح نربطه بالرياضة. لفات كتير خفيفة، والسكمن شوي رح تعرفوا السر اللي هي خفيفة وشو رح نعمل فيها. طبعا انتم متذكرين او بتعرفوا انه قبل ما نعمل اي حركه او اي فعاليه رياضيه لازم نجهز جسمنا لانه يعمل رياضه. كيف بنجهز جسمنا؟ انه بنسخنه او بنعمل فعاليات التسخين او الاحماء عشان نحميه ويكون جاهز لاي فعاليه رياضيه، عشان كل الدم يتدفق بكل الجسم ويطعمي ويغذي كل العضلات ويكونوا جاهزين يعملوا اي فعاليه رياضيه للعضلات. طبعا بنبدا شوي شوي بتمارين الليوني من اعلى الى اسفل. نبدا بالعنق لليمين ولليسار، بتشوفوا انه عنقي صار مائل شوي شوي شوي، بنحاول قد ما بنقدر نميل لليمين، مش كل جسمنا بيروح، جسمنا بضل مستقيم بس العنق لحاله بيزيح. يمين ويسار، كمان مره يمين ويسار، الى الامام، بنشد على الاخر قد ما بنقدر، وإلى الخلف، إلى الأمام وإلى الخلف، ونحاول نعمل دائرة، بنحاول نشدها من كل النواحي وبالعكس. حلو كتير، بدينا نحس إنه عضلاتنا عم بقوا، بنرخي شوي عضلات الرقبة وننتقل لعضلات أخرى، عضلات الأكتاف، ممكن إلى أعلى وإلى أسفل، إلى أعلى وإلى أسفل، إلى الخلف وإلى الأمام، إلى الخلف وإلى الأمام. ممكن نعمل دائرة أو حركة دائرية باتجاه الخلف، إذا بنفع اتجاه الأمام، باتجاه الأمام كمان. بس نخلص التمرين بنخفف من رخي عضلاتنا شوي عشان يتريحوا. نيجي لعضلات الحوض، إلى اليمين أو الخصر وإلى اليسار، إلى اليمين وإلى اليسار، إلى الأمام وإلى الخلف، إلى الأمام وإلى الخلف. ممكن كمان شوي نتعج ركبينا ونعمل دائرة بالحوض، نحاول نعمل دائرة بعضلات الخصر ونعملها عكس. طبعا كمان بنفع بعد ما نخلص نعمل بعد تمارين الاسترخاء ونرخي عضلاتنا ونحضرين لكمان تمرين. بنفع اسا عضلات الاجرين، ممكن نمد اجرنا قد ما بنقدر الى الامام والى الخلف، كمان مره الاجر الثاني الى الامام، هاي بدها توازن، الى الامام والى الخلف. إذا حسينا شوي صعب ممكن نمد إيدينا للجانبين، هاد بساعدنا نتوازن أكثر، إلى الأمام وإلى الخلف، بنشد قد ما بنقدر، والإجر الأخرى إلى الأمام وإلى الخلف. ممكن إسا وهي إجرنا مطعوجة، إلى الأمام وإلى الخلف، إلى الأمام وإلى الخلف. الإجر الثاني كمان إذا كنا بنحس إنه شوي صعب نفتح إيدينا بساعدنا إنه نتوازن، إلى الأمام و إلى الخلف. بتقدروا تشوفوا الإشي أزبط، إلى الأمام وإلى الخلف. مش هويني صعبة، وبعرف إنه أنتوا بتقدروا تعملوها. هيك يا أولاد حاولنا نعمل ليوني لأغلب عضلات جسمنا، ممكن كفات إيدينا نحاول ندخيهن بشكل دائري، هالإشي بساعدنا. ممكن كمان كفات الإجرين، ممكن وإحنا قاعدين وممكن وإحنا واقفين إجر إجر، وأصابع الإجرين ممكن كمان تحاولوا تحركوها إذا أنتم مش لابسين حذاء مسكر أو حذاء رياضي، ممكن بنفع كمان. والإجر الثاني كتير منيح، كمان بنرخي كل عضلات جسمنا، وكمان تمرين إحماء اللي إسا شوي أصعب. بنفع نبدأ نمشي إلى الأمام مشي خفيف، وإلى الخلف مشي خفيف، إلى الأمام مشي خفيف، وإلى الخلف مشي خفيف. ممكن إلى الجانب الأيمن، ونفحش كمان إلى الجانب الأيسر،
كمان ممكن انه احنا بمحلنا نحاول نمشي مشي خفيف، ممكن إسا نسرع المشي ونعملها رولي، يعني مشي شوي أسرع إلى الأمام وإلى الخلف، مش عم نركض إحنا عم نمشي، إلى الأمام وإلى الخلف، إلى اليمين وإلى اليسار، إلى اليمين وإلى اليسار. كمان ممكن بمكاننا مشي شوي سريع، حلو كتير. ممكن إسا نحاول نمشي مشي منتصب، يعني جسمنا بكون محله وبس إجرينا اللي بتحركوا إلى الأمام وإلى الخلف، زي ما بتشوفوا جسمنا بضل زي الخط المستقيم منتصب ما بتحرك، بس إجرينا اللي بتحركوا إلى الأمام وإلى الخلف، إلى اليمين وإلى اليسار، إلى اليمين. ممكن أسرع ممكن ابطا كيف ما احنا بنحب، كل ما اسرع كل ما سخنا جسمنا اهون. ممكن اسا نحاول نمشي على كفات الاجرين، على اصابع الاجرين، نرفع ونمشي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 هاي كلها على اصابع الاجرين. ممكن كمان الى اليمين 1 2 3 4 1 2 3 4 هلو ممتاز. انا شايفه في اطفال عم بحاولوا يعملوا معنا، رائعين. اسا ممكن كمان على كعب الاجر، مش هوين بس بدنا نحاول 1 2 3 4 الى الخلف 1 2 3 4 الى الجنبين 1 2 3 4 1 2 3 4 ممتاز. كل عضلات جسمنا عم بتصير احمى وعم بتصير اقوى. تعالوا اسا نسرع اكثر ونحاول نركض بمكاننا. هذا ركض خفيف، ركض خفيف بينفع شوي شوي، نبدا اسرع كثير سريع، ممتازين. بينفع كمان مره نحاول نعمل الركض بصوره نبدا من بطيء لاسرع، من بطيء لاسرع لاسرع اسرع اسرع اسرع. ابطال ممتازين، هيك عم بتحسوا صارت الحراره بكل جسمنا، وهيك معناته العضلات شوي شوي عم تجهز. ممكن إسا نحاول نقفز مثلا على إجرينا قفزات خفيفة 1 2 3 4 ممكن إسا نحاول نقفز بس على الإجر اليمين، بدكم حاول؟ يلا 1 2 3 4 إسا بالإجر اليسار 1 2 3 4 طيب يا حلوين، هيك بنكون خلصنا الإحماء، جسمنا او عضلاتنا جاهزين للفعاليات الرياضية. اسا ممكن نستعمل اللفات الورقية كيف ما حكيت لكم. بالاول احنا بحاجة لوحدة، ممكن وممكن كمان شوي نحتاج لأكتر. ممكن بفعاليتنا بدنا نحاول نعمل بعض تمارين التوازن، توازن يعني انه جسمنا يضل متوازن رغم كل الحركات اللي احنا بدنا نعملها. والاصعب من هيك انه احنا بدنا نحط اشي على جسمنا هو خفيف، زي عشان هيك قلت لكم انه هو خفيف، ومع هذا كله يحاول جسمنا يضل متوازن، وهذا بيعتمد على عضلات جسمكم وقوتها. يلا جاهزين؟ بدي احاول مثلا احط اللفه على راسي من الاعلى واحاول امشي. طبعا اذا مد ايدي الى الجنبين هذا الاشي بيكون اهون علي انه امشي. هنحاول نرجع الى الخلف، حلو كتير. هات نشوف شو بنقدر نعمل، هل بنقدر ننزل ونطلع؟ يمكن شوي ونطلع، مش هوين لما يكون في عنا اشي كتير خفيف على رأسنا. هاتوا نجرب يا حلوين، نحط لفات الورق تحت القبض ونشوف شو ممكن نعمل، نتوازن فيهن التنتين ونحاول نعمل بعض اللفات 1 2 3 4 5 6 لفينا لفة كاملة مع اللفات. هاتوا نجرب لأنه أخر شوي بدنا نحاول نعمل إشي أكتر، إشي أصعب. 3 4 5 6 هاتوا نشوف إذا نقدر نحط اللفات على أكتافنا، زي ما متذكرين إنه هي إشي خفيف وكتير بسهولة ممكن يوقعوا. هاتوا نجرب نرفع كتفنا إلى أعلى ونشوف هل بنقدر نتوازن بدون ما ندعمها بأصبعنا أو
بايدينا، انا تركتها بس خليتها على الاكتاف، هات نشوف شو بنقدر نعمل. هل بنقدر نقفز؟ كثير صعب نقفز، ولكن بنقدر نمشي. اذا بنحس اذا وقعت ممكن انها توقع كمان، مش مهم لانه احنا عم نتمرن، واذا بتوقع بصيرش اشي، بننزل ومنطولها وبنكمل فعاليتنا. هاتوا نجرب كمان مره، هاتوا مثلا نعمل نحاول نعمل على كتف واحد ونتوازن ونمشي. واحد اثنين واحد اثنين، حلو. هات نجرب على الكتف الثاني بدون احنا ندعمه باي اشي من جسمنا، ممكن احنا نحطه ونركيه مثلا بذقننا، او ممكن نتركه ونركيه بايدنا هاي او بايدنا هاي، بس احنا نحاول نتركه لحاله، بنترك اللفة لحالها ونشوف هل احنا كتفنا بقدر يتوازن ويحمل اللفة او الاشي كتير صعب. واحد اثنين، شايفين انها عم تتحرك. واحد اثنين، ممتازين. طيب ممكن اسا يا حلوين نجرب نحط اللفة عند الركاب ونجرب نمشي. واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، ممتازين. كمان مرة بنفع، يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، الجسم عم بتوازن رغم إنه في بين الركبين ممسوك لفة ورق، وهي صعبة تنمسك لأنه هي خفيفة وهوين إنه إحنا نمعصها مثلاً بين إجرينا. هاتوا نجرب مثلاً نعمل كمان بعض الفعاليات وإحنا على الأرض. شوفوا يا حلوين، هاتوا نجرب إنه إحنا نستلقي على الأرض ونعمل بعض الفعاليات باللفات، إن كان بإيدينا أو بإجرينا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، حلو كتير. هاتوا نجرب نحطها على رأسنا ونجرب نقوم، اشي جدا صعب بس بدنا نجرب. واحد هيك، احنا عم نمرن تمارين عضلات رقبتنا وكمان عضلات بطننا. هاتوا نشوف. واحد اثنين، شوي شوي بدنا نقوم وشوي شوي بدنا نرجع. كمان مرة. واحد عم بتحاول توقع، واثنين، كتير صعب بس انا بعرف انه انتو عم بتحاولوا والاشي مش كتير صعب لما انتو بتحاولوا. هاتوا نجرب نحط اللفة بين اقدامنا ونشوف شو ممكن نعمل. واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، شفتوا كيف مسكتها بكفات إجري؟ ممكن تمرين آخر إنه نمسكها إحنا بالركبة، هات نجرب نمسكها بالركبة ونفتل. واحد اثنين ونمد. واحد كمان مرة. واحد اثنين ونمد. إيه جدا صعبة بس كتير بعرف انه انتم بتقدروا تعملوها. اولاد في بعد كتير فعاليات اللي هي ممكن نعملها باللفات مع اعضاء جسمنا، ولكن الباقي بده يكون من اختراعكم انتم، من ابداعكم انتم، بدكم تحاولوا لحالكم بالبيت تعملوا بعض الفعاليات لحالكم. هسه مع اللفات راح اعمل مسار صغير اللي انا كل مره ممكن اعمل فيه اشي حلو. هاتوا نشوف، ممكن نعتمد على القفز، ممكن نعتمد على المشي. هاتوا نشوف، هاتوا نبدا نقفز بين اللفات ونحاول نضلنا موازنين جسمنا وما ما ندقمهن وما نوقع. يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي قفزة كانت خفيفة، ممكن إسا أحاول أمشي بناتن. واحد اثنين ثلاثة أربعة، ممكن أعمل اللفات أعلى وأعلى ويكون الإشي شوي أصعب إنه نقفز، بس ممكن إننا نحاول. أنا عملت هون جدار شوي
اعلى اذا انتم بتشوفوه ونحاول نقفز. واحد اثنين ثلاثة أربعة. في عنا كتير فعاليات من المسارات، عدة أشكال وعدة ألوان وعدة أهداف. ممكن إنه تعملوا أعلى، ممكن أوطى، ممكن طويل، ممكن قصير، ممكن ركض ومشي إجري وحدي، إيش ما أنتوا بتحبوا. أنا كتير انبسطت معكم اليوم بالحلقة، وكتير مبسوطة إنكم تابعتوني. بدي أشوف أطفال عم بيعملوا لحالهم بالبيت بعض الفعاليات ويشاركوا أصحابهم. انبسطت معكم كتير وبحبكم كتير، وإلى اللقاء.